عقل خاطئ شيط مرضون عاسد يا سيدي فازوا بها ناس وراند واسم عرب كون الأكوان وصلت من النجيد أنا نحكي لكم قصة ونعيد نبرهك وشريد رحمكم الله في القمان قصة امرأة مع رجل والزوج زواج حلول ويكون ذو الصعب لهم مقبول بأمر الله الوحداني وإنك برداك الصبي يا أحبابي ولا يعرف الأدبي قامت الأم الأبيب يا جوجي والقري والقرآن وقالها هو أنا معنا ونرانا ما نقري واسرح غلمي وانا نخضي انتبع كبري بقى فيه الحمقى من كلام قليلي وقالت مويت وانا حقي فيه وكل من عندي الدنيا عزيز انا نهيب علي نهار موت وليدي بقيدي غدا فينا وخيرا ينفعني وقعبيناتهم الخصام ورفعوا دعوتهم الخير الأنام طهش في الإسلام وأحكم عليهم بالحكم الرباني وأحكم عليهم حكم الصام ان شاء الله حتى وصله لك في عيني طلعت روح وما رأى الارواح الله الله ضرب ريشة وجناح يا كيف شرج الله ويسرح ويسلم بالحيطان اي احد اليوم بشان طيران وتوصل لحبابي الى جنة رضوان تكلم معه بلسان يا سيدي انا جيت نسالك جاوبني سيدي عنا مسلم جاوب رضوان مسلم قال نقوى شكون غلام ضمار في جامع الوان اسلم عليه من عذابي وقالوا اشكون يا صبي قال رانا حامل كتابي وعالم بمعلمان وقال ادخل من اي باب يا صبي اعطاك ربي بلا حساب حلال القران هم الحباب لا يحبهم الله الغاني يا سيدي ما انا جيت كنسالك واخبرني يا رضوان بما في علمك اش امي انت وابويا كان عندك في اللي كان سكاني يا قالوا رضوان يا كبدي يا امي انت كان عندي في القصور شحال تقديش ومع حريات العين وامسر جهنم ونام الدنس والمر اللي راني وخليت بيت يا حضار يا جهاز طاقي بالقمر تفلاش الصامي بشهر قال ذا الاحسن الا الحسان وقال لا يا امي امتي وش ما ماش وقالت له ايام من هان دخل القمر
ما سمعت بخبري ابوك يا وليدي ترمى وتسحق بالنيران يا ابوك يا وليدي الحنين يا وليدي يا كتر قدين تبارك الفرد سنين ويش الزور باللسان مهماك يا وليدي الحنين كان يشرب الخمر وبابك بابك كان يدير الناس في العمر ولا بابك ما صلى صبح ما صلى عشار وكان صبي من العيان يا كان صبي بوكا شديد احنا بيك صح قلب سرى حديد يا رب الفقد ما يبكي ويزيد عيط الرب الغالب مشان جهنم قصد المامي وصاب خازين احباب الجنس فيها ولا قبض قديم بقلب فيها وبالنار تجني ويكسل العنه بجمال وما رقل يا خازين النار وما شبو يا عندك اعطيني الخبر في اللي هما سكاني وقالوا يا صافي سير بحالك يا وحشان صرف على مثلك انا قاتك دار لي في الجنان يا طربة يا ولو ما زيد عندك نسكوت والله كل عقلي روت صنع يا من فضو يا قلبي تطحن واسير قلب لا تنساني وقاله الشيخ دول بصار
مسك يا سيف كلامي اشطر ويبدأكم قريباكم المخضار وبيهلد نشد بعبار أعطني بالصلاة على النار المخضار للناس البوهام أحكي بإخبار قاسد متنا بيحضر قاسد متنا بيحضر مروية ابن عباس الجوار حين حضرت لما مات جاب شار جاسي جبرائيل من عبد الله جزار وقال لا يا محمد يا خادم الأبرار الله يقرأ لك السلام تقدم الدرب قرأ إذا جاء نصر الله قرأ إذا جاء نصر الله بسر وجهار يكمل الإبرام سيدي خطو دوار واعلم على أجل قرب ما بقيت سنه واجمع الصحابة والصدعاء على الفرد السنة والصلاة والصوم والإيمان بالله والفرائض يا الحباب كل إيمان روعة المدينة كل يبكي يبكي يا الفرق المحمور القرطان اللهم رسول الله سيد سياد سألتكم بالله العظيم الجواد من ضربت على دارك نبي حلال هذا يهدي بكل فلان من ضيط له شنوان ياخذ قساس من زاد لهو من نادى يلعب وخلص دنيا به دلرقان بدعيت لا تعيد الجبران يا رجل سميت عقاشا جفاد قال رسول الله يبهد أنا كنت معاك في غزوة جهاد وضربتي على ظهري بقلبي بمرشوق وعلى عليا الجسد أضحى بحرب جهاد خبطات كفار فساد استبشر رسول الله من بعد المكان قالوا زلزال كره خير يا انت